مساء الخير على حضراتكم أجمعين. بنبتدي مع بعض أمسية جديدة من أمسيات جروبكم، جروب آثار وحضارة مصرية، وبنواصل في السبت قبل الأخير من مؤتمركم الدولي الثالث، الحياة الاجتماعية في مصر عبر العصور. عرضنا ابتداء من 29 إبريل كم من الموضوعات المرتبطة بالحياة الاجتماعية في مصر عبر عصورها المختلفة، سواء في التاريخ القديم اليوناني والروماني والبيزنطي وفترة الفترة القبطية والإسلامية، وأيضا في الفترة الحديثة والمعاصرة. النهاردة معانا باحثة متميزة، هي باحثة دكتوراه من قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، أستاذة هبة عبد الخالق. وحابب ان انا يعني اقدم استاذه هبه بكلمتين بسيطين جدا لتواضعها الجم ورغبتها انها يكون التقديم محدود فقط على خلفيتها الدراسيه والاطروحتين اللي قامت بيهم. استاذه هبه باحثه دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بعنوان الغجر في مصر في القرن التاسع عشر، وهو نفس عنوان امسيه الليله. حصلت على الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتداول في رسالة بعنوان الحسبة في مصر العثمانية، وإن شاء الله نستضيفها قريبا جدا لعرض موضوع الماجستير أيضا في إحدى زومات وأمسيات المنصة. تعمل بوزارة التربية والتعليم معلم أول لمادة التاريخ في المرحلة الثانوية، وهي كما علمتم من الأسبوع الماضي هي أيضا تلميذة نجيبة من تلامذة بروفيسور أحمد الشربيني، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. بنتمنى لها التوفيق النهاردة إن شاء الله في عرضها، ونبتدي. تفضلي الكلمة والمايك مع حضرتك رهيبة عقبال ما مش عارف بسم أشيل الزوم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. خلوني بس في البداية أتوجه بالشكر لأستاذي معالي العميد الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني على تشجيعه ودعمه المستمر لينا، وعلى كرم أخلاقه معنا. الحقيقة ما بيبخلش على أي طالب بالمساعدة وبالوقت ولا الجهد رغم مسؤولياته الكبيرة الملقاة على عاتقه، يعني لكنه ما بيبخلش بتقديم وقته وجهده لأي طالب سواء من تلامذته أو مش من تلامذته. يعني كفاية إن إحنا مجرد الجلوس في مكتب معاليه عشان نتعلم كتير جدا، ننهل بنوافر العلم على المستوى العلمي. أستاذنا الجليل بيراجع لنا الدراسات مرة واثنين وثلاثة وبتصل إلى أربعة زي ما اتقال من دكتور تامر الجلسة اللي فاتت دي، حقيقة حتى بيدقق لنا لغويا مرة واثنين، بيعيد صياغات الرسالة، بيوجهنا. الحقيقة يعني بيتيح لنا فرصة المناقشة، فرصة حرية الرأي، إبداءه، طرح الأفكار، ثم بيبدأ يوجهنا المسار الصحيح. في مكتب معالي الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني بنتعلم إزاي يكون العالم على قدر من العلم ووصل لقدر كبير. يعني أستاذنا بيعد من أهم مؤرخي الوطن العربي، لكنه بيعلمنا قيمة من قيم الإيجابية وهي قيمة التواضع. إزاي بنلاقيه بيستقبل الطلاب بابتسامة جميلة، بيشجعهم، بيمازح الطلاب سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا. فالشكر بتاعي هو امتنان واعتراف بالجميل. ويمكن لو سألت أي طالب من طلاب دكتور أحمد أو من غير طلابه هتلاقي امتنان وهتلاقي شكر وهتلاقي عرفان بجميل قدمه له. على المستوى الشخصي دكتور أحمد ساعدني في حاجات كتير جدا من أيام الماجستير، وكان موضوع دراسة عثمانية، ومعروف إن الدراسات العثمانية من الدراسات الصعبة مش سهلة، وموضوع
موضوع الحسبة برضو من الدراسات الصعبة، لكنه قدم لي يد العون، وكان خير أستاذ وخير معلم، والحمد لله أخذت عليه توصية بالطبع. في رسالة الدكتوراه كذلك لم أجد منه سوى الأب والمعلم والقائد، وأستاذنا هو قدوة يحتذى بها حقيقة، لأنه اتعلمنا منه حاجات كتير جدا، إزاي إقالة العثرات على المستوى الشخصي في فترة من فترات كانت حد محبط، حد تكلبت عليه ظروف الحياة، لكني لم أجد منه غير الأب والتشجيع، وكان دايما يقول كلمة مش عايزين نيأس، ما بنعرفش نيأس، خلي الأمل دايما قدامك، اجتهدي هتوصلي. والكلام دوت بيدينا فكرة تانية ومنظور تاني، إن إزاي سياسة التشجيع والاحتواء هي بتؤتي ثمار كتيرة جدا وجميلة جدا، وبتغير في حياة الشخص. ده على شكري وتقديري وعرفاني بالجميل لأستاذي المعالي الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني. بتوجه بالشكر أيضا لدكتور باسم على الفكرة الرائعة للجروب، وعلى الأمسيات الثقافية الجميلة، وعلى دعوتي لإلقاء محاضرة عن موضوع رسالة الدكتوراه. الشكر موصول لأصدقائي وزملائي من تلامذة معالي العميد، الحقيقة بتسود ما بيننا روح ود وتعاون، ودي زرعها فينا برضو معالي العميد بتوجيهاته، بأن هو كان قدوتنا. فالحقيقة جروب من تلامذته أكتر من رائع. بنتهز الفرصة وبتوجه ليهم بالشكر. خلونا نبدأ أمسيتنا النهاردة، وإن شاء الله تنال إعجابكم وتحوز بإعجابكم. الأمسية النهاردة بعنوان الغجر والمجتمع المصري في القرن 19. أرتحل كثيرا كثيرا، أنتقل من مكان إلى مكان، أصعد الجبل وأنزل الأغوار، أنام على ضفاف القرى أو عند هوامش المدن، لكنني دائما أصحو في الخيمة ذاتها. كن مستعدا للرحيل، تخفف من كل ما يعيقك، ما تملكه يملكك، أينما رمت بك المقادير تأقلم مع الظروف، البقاء للأقدر على التأقلم. ندق ونطاهر، نبين زين ونظاهر، تعالي يا اللي ترغبين في التنبؤ بالمستقبل، تعالي شوفي حظك وبختك. وقالت تعالى حداي، حبك ساكن في حشاي، أعمل لك براد شاي في الأوضة الجوانية، نبيع تمائم للحظ والرغبات. مشاهد تقريبا كلنا أو أغلبنا شافها لفئات من الغجر المتجولون بالشوارع، الممتهنين لمهن بسيطة جدا، حتى أبناء المدن ممن لم تسعفهم حظهم في رؤية تلك المشاهد، لم تبخل عليهم الدراما المصرية والسينما المصرية من تصوير مشاهد لفئات الغجر. موضوع الغجر النهاردة موضوع مهم جدا، لكن ليه الغجر تحديدا؟ دكتور باسم أستأذنك في أسباب الدراسة، ليه الغجر تحديدا موضوع للدراسة، وليه القرن 19 هو موضوع لدراستنا؟ الحقيقة ما أخفيش عليكم، كنت قرأت كتابين من أهم الكتب للأستاذ الدكتور رحمة الله عليه عبادة كحيلة، الأول عن الزت والأصول الأولى، والكتاب الثاني عن الغجر. الكتابين مادتهم العلمية قيمة جدا، وكنت قرأتهم من أيام ما أنا كنت شغالة في الماجستير. استوقفني الكتابين في حاجة، أولا كم التباين في المعلومات والباحثين، إزاي مختلفين حول الأصول الأولى للغجر، وحول تاريخ هجرتهم، وحول مسار هجرتهم نفسه، والبلاد الكتيرة اللي تم الترحال فيها وأوضاعهم. ده كمية اختلاف للآراء وتضارب للآراء مثيرة للاهتمام، مين هم الجماعات المختلف حوالينها الباحثين بالشكل ده. وتاني حاجة وقفتني في الكتب القيمة والدراسات القيمة لأستاذنا عبادة كحيلة رحمة الله عليه، الإهداء بتاع كتاب الغجر، وهو لما كتب في إهدائه إلينا حتى لا نتحول جميعا إلى غجر. من هنا بدأ الموضوع يلفت انتباهي، والرسالة أو الإهداء تعلق في ذهني بصورة كبيرة، ليه حتى لا نتحول جميعا لغجر؟ ومين هم الغجر؟ تساؤلات كتير قوي تدور حول الموضوع، مين هم؟ من أين جاءوا؟ كيف وصلوا إلى مصر؟ كيف يعيشوا؟ هل هناك اندماج مع المجتمع المصري؟
هل ايه نظرة المجتمع ليهم؟ ايه نشاطهم الاقتصادي؟ من هنا بدأت التساؤلات الكثيرة حوالين الموضوع. والغجر هو لما بحثت وبدأت أسيرش على الموضوع، الغجر في البداية خالص هم من أحد الجماعات الهامشية اللي في المجتمع. والحقيقة الجماعات الهامشية ظلت لفترة طويلة ما بيلقاش عليها الضوء وما بيتوجه لهاش الدراسات، إلى العقود الأخيرة بدأت يطرح قضايا الفقر وقضايا المهمشين نفسهم على أجندات البحوث العلمية، وظهرت مدارس مختلفة بتنادي بإعطاء الكلمة للفقراء وللمهمشين، ووضعت نظريات عديدة زي نظرية التبعية والهامشية والثقافية بتحاول تفسير أوضاع الغجر، وبتحاول تفسير أوضاعهم في ضوء المجتمع الكبير اللي عايشين فيه والمحيط الأكبر اللي عايشين فيه. ولقيت ان الدراسات في جانب زملائنا الباحثين واساتذتنا الباحثين في علم الاجتماع الصراحه كان ليهم حظ يمكن وافر عننا، لان علماء الاجتماع بيقابلوا الغجر، بيعملوا دراسات ميدانيه او ميدانيه عليهم، فبيتاح ليهم فرصه اكبر. كمان الباحثين والاساتذه الكبار في دارسي الموسيقى والفنون بدأت جماعات الغجر تلفت انتباههم، وبدأت يبقى في دراسات كتيرة عن فئات وجماعات الغجر. طيب أين التاريخ من هذه الدراسات؟ كان ما بنغفلش إن في دراسات بدأت تتناول جانب من جوانب الموضوع، يعني مثلا أي حد هيتكلم عن الفقر طبيعي إن هو هيوجه جزء من حديثه إلى الغجر باعتبارهم أحد الفئات المهمشة. أي حد هيتكلم عن الجرائم البغايا هيبدأ يتناول موضوع الغجر باعتبارهم برضو أحد الفئات المهمشة. فدي كلها جوانب من الموضوع، لكن ما فيش دراسة تناولت موضوع الغجر إلى حد اللي بلغ الإقصاء يمكن غير المتعمد. ممكن ساهم الغجر نفسهم في الإقصاء ده، لأنهم عزلوا نفسهم عن المجتمع بشكل أبعدهم عن مجال التاريخ. الغجر من الفئات الهامشية زي كما قلنا كما ذكرنا، وهو الكتابات ظلت فترة طويلة بتهتم بمن صنع الواقع ومن ساهم في العملية الإنتاجية، والغجر بالتالي لم يساهموا في صنع التاريخ ولم يساهموا في العملية الإنتاجية، بل قد يستعان بهم في إطار مشهد أكبر بيضم الفقراء والطبقات الدونية والطبقات الكادحة. فما فيش دراسة مستقلة عن الغجر في مصر في القرن التاسع عشر، وإن كنا لا نغفل حجم الدراسات السابقة سواء للعلماء والأساتذة الكبار من علماء الاجتماع، ومن أهمهم الأستاذ الدكتور نبيل صبحي حنا ودراسته القيمة المعنونة بجماعات الغجر مع الإشارة لغجر مصر، ودراسات أخرى زي دراسة الأستاذ الدكتور سيد عشماوي دي في المجال التاريخ بتاعت الجماعات الهامشية المنحرفة، وكتب الأستاذ الدكتور عماد هلال اللي تناولت جوانب من الموضوع، لكن يبقى عدم وجود دراسة مستقلة عن الغجر في مصر. إذا كان العلماء ودارسي العلوم الاجتماعية بيتاح لهم فرصة المشاهدات الميدانية والالتقاء بالغجر عن كثب، فإحنا علينا في مجال التاريخ أن نذهب إلى الوثائق لتكون هي مرجعنا ونثبت حقائق حقائق مؤكدة عليهم. الحقيقة ما فيش حقائق مؤكدة، يعني كل ما نمتلكه وكل ما لدينا هو كتابات الرحالة اللي ناتجة عن مشاهدات عنهم في القرن التاسع عشر، لكن هي مهمة جدا، ومع أهميتها هي يعني برضو فيها جزء من المبالغة. ما نقدرش نصدق كل ما كتب أو كل ما ذكر، وخصوصا ان التاريخ الشفاهي خصوصا بيتنقل عبر الاجيال من جيل الى جيل، فبيبقى هنا في مشكله في التاريخ الشفاهي وفي دارسه التاريخ الشفاهي. فدي كان
يعني احد اسباب اختيار الموضوع ان احنا نميت اللسان عن قطاع من القطاعات الهامشيه في المجتمع، ونعرف دوره، ونحاول نثبت بشيء من الحقيقه مرجعها الوثائق الدوله الرسميه. طيب ليه اختيار القرن 19 تحديدا لفتره لدراسه الغجر؟ اولا القرن 19 هو قرن متنوع المصادر، يعني هلاقي كميه من المصادر داخل أرشيف دار الوثائق كبيرة جدا، وثائق الدولة الرسمية بمختلف الوحدات الأرشيفية، هلاقي دوريات، هلاقي كتب، هلاقي مصادر متنوعة جدا، ممكن أشوف مصادر غير تقليدية، وخاصة إن موضوع دراسة الغجر هو من الموضوعات اللي يعني بتتسم بندرة المادة العلمية، هي مادتها العلمية بسيطة جدا، فلازم الدارس فيها أولا ياخد فترة زمنية كبيرة علشان ما يحصرش نفسه في كام سنة فما يلاقيش مادة فهيبقى مشكلة، وكمان ياخد فترة زمنية بتتسم بتنوع المصادر. ده حاجة. تاني حاجة، القرن التاسع عشر الناظر للتاريخ بتاعه ما بيلاقهوش ماشي على وتيرة واحدة، يعني لو أنا رسمت خط بياني فهيكون متعرج وشهد تحولات كتيرة من بداية من قبل حتى القرن التاسع عشر بحاجة بسيطة، من دخول الفرنسيين لمصر والتحولات التي شهدها المجتمع المصري، ودخول الفرنسيين والتحولات السياسية والاجتماعية وجذور الإزدواجية في الفكر والثقافة للمجتمع المصري، ثم خروج الحملة الفرنسية والفراغ السياسي اللي شهده المجتمع، وثم تولي محمد علي الحكم وتجربة الحداثة ومشروع النهضوي لمحمد علي، ثم انهيار ذلك المشروع النهضوي وخلفاء محمد علي ما بين المركزية الشديدة لمحمد علي وعصر عباس وسعيد اللي بيتسم بارتخاء نوعا قبضة يد الدولة، ثم مشروع إسماعيل ومحاولة استعادة أمجاد جده محمد علي وأثرها على التطور وعلى الحداثة، مش بس الطرق، مش بس شبكات التطوير، مش بس من أيام سعيد من دخول السكة الحديد، مش بس شبكات الري وإزالة الأتربة والحاجات اللي حصلت دي كلها في عهد إسماعيل، لا ده كمان الفكرة أكبر من كده، التحول ده في حد ذاته له أثر على الجماعات الهامشية بشكل عام وعلى الغجر بشكل خاص، لأن إحنا لازم نتلمس دورهم ونرصد دورهم في وقت مركزية الدولة قوتها ووقت انهيار أو المشروعات الاقتصادية ووقت ارتخاء قبضة الدولة على الجماعات دي، أنهي وقت ظهروا فيه أكتر؟ أنهي وقت مارسوا فيه أعمالهم أكتر؟ طب دخول الأجانب هل أثر عليهم بسلب ولا بالإيجاب؟ وإمتى أثر سلباً وإمتى أثر إيجاباً؟ طيب فكل التحولات اللي في القرن ثم الاحتلال الإنجليزي في بعد كده، يعني أقصد أقول كل تحولات القرن التاسع عشر دي ليها مردودها وليها أثرها على الفئات الهامشية بشكل عام والفقراء بشكل عام وعلى الغجر بشكل خاص. فده كان أسباب اختيار الموضوع وأسباب اختيار الفترة الزمنية لدراسة الغجر. طيب إيه الصعوبات اللي واجهت الباحثة والصعوبات الموضوع في دراسة مثل هذه الموضوعات؟ من أهم الصعوبات لكل دارس الفئات الهامشية ولكل وأغلب دارسين الفقراء هي ندرة المادة العلمية، ما فيش مادة بالشكل اللي احنا متعودين عليه ان احنا نلاقي مادة تعمل فصول، فهنا بنواجه صعوبة كبيرة ان ما فيش مادة، فلازم المثابرة، ولازم اذا كان الباحث بيشتغل بنظام العينة لان طبعا مصادر كبيرة جدا، فده بيواجه مشكلة اكبر ومشكلة اعمق ان ممكن العينة ما تخدمكش في حاجة زي دي، فهنا بقى المثابرة وهنا روح الصبر لدى الباحث، ودي برضو من سمات البحث يعني ومن سمات الباحث. الحقيقة برضو من الحاجات الصعوبات لما بدأت
الموضوع يتفتح قصادي، ولما بدأت الوحدات الأرشيفية تديني مادة، ويمكن من أهمها كانت الوحدة الأرشيفية المعنونة بتعداد النفوس، ثم مجلس الأحكام وضبطية مصر وغيرهم من الوحدات الأرشيفية. الباحث والناظر لمثلا وحدة زي مجلس الأحكام على أهميتها الكبرى والمادة اللي قدمتها ليا، والضبطية كذلك والمادة اللي قدمتها ليا، لكنه بيواجه مشكلة تانية. يعني إذا لقى مادة فهيواجه مشكلة تانية، إيه هي؟ إن الوحدات الأرشيفية دي بتقدم صور كتيرة للمجتمع، من أبرزها مثلا الجريمة. فأنت بتبص على المجتمع بشكل عام كده، فبتلاقي الفلاحين اللي طبعا مش تعميم، طبعا بعض الفلاحين اللي كونوا عصابات روعت الأمن لفترات طويلة، بنلاقي البدو وهجماتهم والمشاكل اللي كانت بتتسبب فيها الهجمات دي، بنلاقي رجال الإدارة وبعضهم اللي كانوا استشرى فيهم الفساد، ويمكن البصاصين، ويمكن تعاونهم مع أصلا أصحاب الجرائم. يمكن كما أشار في الجلسة السابقة دكتور محمد محروس، السماسرة وغيرهم. فهنا بقى الباحثة بتبدأ تقول يعني كل الفئات دي مرتكبة للجريمة، لماذا يتم وصم الغجر تحديدا بأنهم لصوص وأنهم من القتلة وأنهم من أشد الطبقات خطورة على المجتمع؟ فهنا دايما كنت في البدايات كده بتلخبط، بفتكر البيت الشعر اللي بيقول: ما بين لصوص ولصوص فرق في الأدنى في الأعلى والأدنى، لصغارهم الشنق المزري وكبارهم الشرف الأسنى. فكنت أرجع تاني أقول لا، أنا كده هبدأ أتعاطف مع الغجر بصفتهم موضوعي، وده خطأ كبير ممكن يقع فيه أي باحث. لا، وصم المجتمع ليهم أكيد هو ناتج عن ظاهرة كبيرة وعن تعدد الجرائم وتعدد المشاكل، كل دي في بدايات البحث طبعا. فأرجع تاني أقول: هل إحنا بنملك إحصائية بعدد مثلا جرائم السرقة في الفترة الزمنية دي، وعدد مرتكبيها من الغجر وعدد مرتكبيها من غير الغجر علشان أوصمهم إنهم جميعهم لصوص؟ هل إحنا بنملك إحصائية لأعداد القتل في المجتمع وجرائم القتل في المجتمع في الفترة دي، وكم نسبة الجرائم المرتكبة من الغجر لغيرهم؟ طبعا لا نملك. فهنا بقى كانت التحدي التاني، إن أبدأ أكون حيادية، لا أكون مع وصم المجتمع للغجر بإنهم لصوص ومن أشد طبقات خطورة ولا إن أنا أطلعهم إنهم مظلومين مضطهدين منبوذين من أفراد المجتمع. دي كانت الصعوبات اللي واجهت الباحثة، ودي كانت كيفية التغلب عليها. طيب دكتور باسم، أستأذن حضرتك بس في الـ هنا هنتكلم عن أصل الغجر ومسمياتهم. دايما الباحثين بيفكروا كان في غموض بيكتاف أصل الغجر، يعني تباينت الآراء بشكل شديد جدا. في بعض الباحثين قالوا إنهم من بلاد النهرين، بعض الباحثين الآخرين. طبعا سؤال، بس قبل ما دي التمهيد ده، سؤال أصل الغجر ومسمياتهم مش ضمن الأسئلة المنوط إجابتها في البحث بتاعي، سواء الأمسية بتاعت النهاردة أو الموضوع الدكتوراه، لكنه جزء لا يتجزأ من الموضوع ولازم يكون كتمهيد. فالبعض قالوا إن هما من بلاد النهرين، البعض قالوا لا، ده هم أصلهم من النوبة، البعض الآخر قالوا لا، من بلاد فارس. لكن اختتمت الآراء، وفي البعض الآراء اتجهت إنهم من أصل مصري، وإنه بيطلق عليهم في أوروبا المصريين. والحقيقه الغجر نفسهم، انا هقف بس عند الجزئيه دي شويه، الغجر نفسهم ساهموا في المقوله دي، وساهموا في مقوله انهم مصريين، يمكن لانهم لما كانوا
بيهاجروا من الهند، وفي أثناء هجرتهم الأولى وعايزين يدخلوا أوروبا، فبدأوا إنهم علشان يحصلوا على مساعدات خيرية ادعوا إنهم طردوا من مصر، وبدأوا في تجوالهم لمدة كبيرة تصل ل7 سنوات كعقوبة إنهم اعتنقوا المسيحية في مصر فطردوا منها علشان يكسبوا التعاطف. وبالفعل استطاعوا كسب التعاطف وأعطوهم صدقات وأموال وبدأت تفتح لهم الطريق، لكنها كل الأدلة بتستند في أصلهم المصري على أساطير روج لها الغجر نفسهم أو استند لها بعض الباحثين. الأساطير يا إما أساطير يا إما نبوءات من العهد القديم اللي حاولوا الكتاب التشبث بيها لإثبات إنهم أصلهم مصري. طيب لو أنا مثلا فكرت إيه عناصر الفلكلور الغجري وارتباطها بالنشأة المصرية، ممكن نشوف. ألو، معايا أنا؟ الصوت واضح؟ تمام، خالص يا دكتور، تمام. تمام، أوكي. لو أنا بشوف مثلا العناصر الفلكلور الغجري والنشأة المصرية، فمثلا بلاقي من التراث الغجري الروسي إن تراث غجري أسطورة، إن أثناء أسرتهم بتقول كده، إن أثناء عبور بني إسرائيل للبحر الأحمر وبعد ابتلاع المياه لجنود فرعون، في فتاة وفتاة تمكنوا من الهرب، وهم كانوا بداية لأول أسرة غجرية، وأصبحوا آدم وحواء بالنسبة للغجر. فدي طبعا أسطورات لا يمكن الاعتماد عليها. كمان هم كرروا لفظ فرعون كتير، بيحاولوا انهم يستندوا على الاصل المصري في قضيه اخرى كده، كيف تشتتوا وكيف ان الشتات كان اصله من مصر، وان كل الاساطير دي قائمه على تخيلات ومحاولة لربطهم بمصر. طبعا الأسطورة احنا عارفين ان الأسطورة اصلا بتضع حل لأشياء في الواقع لم يوجد لها حل، استحال حلها في الواقع فلجأنا إلى الأسطورة. فمش بقى مش كل الأساطير طبعا واقعية، ولذلك هو احتمال ضعيف. طيب علشان أنجز في الأصل اللي هو أصلا مش موضوع الأمسية بتاعت النهارده، النهارده اتفقت الآراء بعد معاناة شديدة وبعد جهد مضني اشترك فيه علماء التاريخ وعلماء اللغة ويمكن اللي بيدرسوا المظهر الجثماني، إن الأصل الغجري أو الموطن الأصلي هو من الهند بالدلائل لا يمكن التشكيك فيها. وفي كتب مخصصة للغة الغجرية بتثبت الكتب دي قد إيه في مفردات من اللغة الغجرية هي أصلها بتعود إلى المفردات واللغة الهندية. فإذا اتفقت الآراء على إن الأصل الغجري هو من الموطن الأصلي ليهم، هو من الهند. دكتور باسم، بس أستأذن حضرتك في عرض الشريحة اللي بعدها. أستأذن حضرتك لأنه دلوقتي هيقطع علينا الزوم، نأجل تمام الشريحة اللاحقة للزوم الجاي. حابب أولا تمام إن أنا كده يعني خلاص. أقول معلومة بسيطة، إنه زوم بنفس الرابط، نفس الاي دي، نفس الباسكود، متاح لحضراتكم بشكل دائم أسبوعيا. هيقطع الزوم كمان دقيقة، هندخل كمان 10 دقائق، يعني على الساعة 9 إلا 10 إن شاء الله هنكون. إحنا ابتدينا 8 ل 8 40، فهناخد 10 دقائق، و9 ل 10 إن شاء الله نرجع نواصل مرة تانية بنفس الرابط، وهكذا عقب كل جلسة زوم بناخد 10 دقائق راحة ثم نواصل مرة تانية. هل دكتور أحمد وصل بالسلامة؟ لا أنا مش شايفة دكتور أحمد على تمام. طيب يبقى بنتمنى له هو يوصل بالسلامة، هناخد راحة 10 دقائق. أكيد لو في حد عنده أي مشكلة في حكاية دكتور. اللينك، بس أنا معاك من البداية. أنا عشان بس الأيفون ما أعرفش أهلي يا دكتور. طيب يبقى لازم، لا لا يعني مش بصراحة أيفون، أنا معاك أنا من البداية. نعم الحمد لله على السلامة، لازم أغبط حضرتك على تلامذتك بصراحة، يعني هو الله يخليك، انعكاس أنا لحضرتك. حتى مستمتع بالعرض اللي بتقدمه هيبة بصراحة.
مدرسة اقتصادية الأسبوع اللي فات والنهاردة مدرسة اجتماعية، فيعني مبارك لحضرتك، وأتمنى أن يكون إن شاء الله لدكتورة هبة فرصة في التعيين، لأنها عندها ملكات ومهارات يعني الأساتذة الجامعيين، فيعني ببركة حضرتك يا دكتور. أشكرك إن شاء يا الله زكي، ربنا ده بفضل يوفق دكتور إن شاء أحمد. الله. مساء الخير.